كمان نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، وحنروح اليوم هيك بمساحة ونحكي فيها عن خلينا نقول حالة نفسية وجدانية سلوكية، وهي اللامبالاة وما أدراك هذا الموضوع. قد ايه هو مهم بحياتنا، وقد ايه في ناس اليوم عايشه بمرحله اللامبالاه، في ناس اليوم فقدت الشغف بحياتها واصبحت غير مبالي، لا كان بعملها لا بحياتها لا بعلاقاتها الاجتماعيه ولا حتى بالعلاقات العاطفيه. اليوم شو تاثير هي الحاله على مستقبل الانسان؟ كيف ممكن نحن نفعلها بالشكل الايجابي؟ هل هي نوعين؟ اكيد هي فطري ومكتسب. اليوم الانسان بيصل لها بعد الكثير من الصدمات العاطفيه، الصدمات الاجتماعيه، بتصل لمرحله اليوم انه انا ما بقى تفرق معي شيء بكثير من مجالات الحياه. يمكن بعض الاشخاص بيكون عندهم هي القصه، خلينا نقول المرحله الملكيه، انه انت اليوم بتعيش رضيان عن حالك، ما لك علاقه بكل شيء عم بيصير حواليك، ولكن اكيد بالناحيه الثانيه في شيء سلبي وممكن ياثر على حياتك، على علاقاتك وعلى قلبك وعلى مستقبلك. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، وضيفتنا لليوم هي الاخصائيه نور ضياء الدين المهاينه، وهي استشاريه نفسيه واسريه. صباح الخير، سعد صباحك، وكيفك لليوم؟ سعد صباحكم، صباح الاخباريه السوريه بكل خير. سعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. سعد صباحك. بدايه خلينا نعرف معنى اللامبالاه بعلم النفس. اللامبالاه هي حاله نفسيه سلوكيه وجدانيه تتصف الى اتجاهين، اتجاه فطري واتجاه مكتسب. الاتجاه الفطري بتكون من حالات التربيه القاسيه او من حالات الضغوطات او بحاله وجود اختلال بالدماغ، مرض بيولد مع ولاده الانسان، يعني بولادته، او بسبب موضوع اكتئاب، ان كان اكتئاب صغير منذ الصغر او اكتئاب بحاله نفسيه تعرض الشخص لهي الحاله. والمكتسبه من البيئه المحيطه الاسريه اللي هو عايش، الاجتماعيه اللي هو هالشخص عايش ضمنها. يعني اليوم وقت بنقول مكتسبه، يعني اليوم شو اللي بيخلي اليوم الانسان يصل لهي المرحله ويقول انا ما بقى تفرق معي؟ بسبب الضغوط النفسية القاسية اللي عم يعيشها، بسبب وصل لمرحلة انه هالعقد عم يحاول انه يحلها، يلاقي الى حل، بس وصل لمرحلة العجز، لانه يلاقي تمام، بيصل لمرحلة العجز، مرحلة العجز بطريقة انه عجز لاتخاذ قرارات او حلول لمشاكله، للضغوط اللي عم تمر عليه للشخص. فهون بيصل بحالة لا اكتراث، لا مبالاة، انه خلص انا اكتفيت بنفسي وانا ما عاد يهمني اي شيء اخر. بس هذا الشعور بيساوي له شعور فقدان بالانشطة اليومية بحياته، يعني ما عاد صفي عنده الشغف انه انا شو حيكون اليوم يومي، كيف حتكون المهارات اليومية اللي أنا لازم اكتسبها، يعني بيصير ميال أكثر للاكتفاء الذاتي أو الانطواء على ذاته. خلينا نحكي أكثر عن الأسباب. هل الأسباب العاطفية، الصدمات العاطفية خلينا نقول والاجتماعية، هي ممكن أن تكون سبب بهذا الشيء أكثر؟ هلا اكيد بترتبط بموضوع اللامبالاه الموضوع الاجتماعي او الموضوع العاطفي. يعني بسبب مثلا عندنا موضوع العاطفي، اذا انت حدا كثير بتحبيه على قلبك وغالي كثير وفقدتيه، هون بدك تصلي لمرحله صدمه. اللامبالاه بتجي صدمه، صدمه من كثر الضغوط، صدمه من كثر الامور اللي وقت بتتازم عند الانسان، بس مو اكثر. يعني هي معنات اللامبالاه. فالموضوع الاجتماعي أو الموضوع العاطفي إله بيرتبطوا كليا بموضوع اللامبالاة. بموضوع الصدمة، أو بيجي مثلا بعدة أسباب اللامبالاة، يكون مرضي، اختلال بغدد الصماء. وقت بيصير في عنا أول هذا الأسباب اللامبالاة ضمن أسباب ومرحلة تدريجية. أولا بيصير عنا اختلال بغدد الصماء، بعدين بننتقل لمرحلة الإجهاد النفسي. يعني بيصل الانسان من كثر الضغوط، من كثر المشاكل اللي الموجوده عنده، بيصل لموضوع اجهاد نفسي بالتفكير الزائد، اللي هو قاعد عم يفكر للاقي حل لهدول المشاكل والضغوط اللي عم يمر فيها، ما في لهم حل وما بيلاقي لهم حل. بيصل لمرحله، هون وقت بيصل لمرحله العجز، بيصل لمرحله اللامبالاه، انه هو خلص ما عاد بده ياثر، يعني يعطي تاثير، خاصه اهتمام بالاشياء. اي موضوع عم تفكر فيه اليوم هو ما نصح او طريقه يعني شوي
خطر خلينا نقول وما له حل بالنهايه، فوقتها اليوم هيك اخر شيء بتستسلمي بتقولي هو اللامبالي، هو وصل لمرحله الاستسلام، يعني استسلم لمشاكله، استسلم للضغوط اللي هو فيها، فوصل لمرحله بسبب الضغط النفسي الشديد اللي وصل له، بسبب كارثه طبيعيه. يعني هلا وقت نحن صارت عنا بمجتمعنا بالكوارث الطبيعيه اللي صارت، ان كان الزلزال ولا كورونا، كورونا كثير فقدنا نحن حالات، وكثير يعني صار في عنا حالات فقدان اشخاص نحن بنحبهم. بعدين وصلنا على من كثر ما تعايشنا بالوضع المرضي صار عنا لا مبالاة، حطي كمامة، لا أنا عادي خلص. وهنا النقطة اللي بدي لك إياها أستاذي نور، إنه نحن مو دائما بيكون اللامبالاة عنا بسبب فشلنا بأي أمور بحياتنا. أحيانا مثل ما قلتي يعني التعايش مع الصدمات، الصدمات المتكررة بحياتنا، يعني بتصلي لمرحلة إنه أنت شو ما صار معك بعد هدول الصدمات غير مهم، لانه انت اخذتي الجرعه الاكبر اليوم من الالم، اخذتي الجرعه الاكبر من الصدمات، ان كان بالفقد ان كان باي موضوع بحياتك، فانت شو ما صار بتقولي انا مرقت بالاصعب فبمرق من هاي القصه. فنحن ما رح نروح بتفسيرها ايضا بالفشل، لا هون بجوز ايجابي القصه لا اكثر. اللامبالاه هي حاله مو حالات فشل، بالعكس نحن اللامبالي وقت نحن بدنا ندعمه نفسيا بعلم النفس، نحن بنقول له دائما خلي ايمانك باستمرارك ويقينك لتحقيق هدفك، خلي دائما في عندك مهارات متعدده، خلي اسلوبك متطور دائما. يعني نحن دائما عم نزرع الامل والايمان واليقين بالاستمرار وبتحقيق الاهداف. فاللامبالاه هيك بنقدر نحن انه نحكي معه او ندخل لعالمه الخاص يعني بهي الطريقه. بس اللامبالاه يعني ما هو انه مرض، هو وصل لمرحله، لهي المرحله من صدمه. نحن بدايه فقرتنا نحن قلنا انه هي صدمه، وكثر الصدمات، كثر الضغوط، كثر الاجهاد النفسي، وصل الانسان خلاص عنده عده اسباب، وهي اياما بتكون ايجابيه مو سلبيه. يعني عندنا اتجاهين للمبالاه، عندنا اتجاه سلبي وعندنا اتجاه ايجابي. من الممكن انه المبالاه تاثر بشكل عام على المستقبل الاجتماعي، يعني نحن عم نحكي عن موضوع شوي نفسي، يعني قلتي انه هو يمكن ايجابي شوي بس في نواحي ممكن يكون فيها سلبيه، ممكن انه ياثر على المستقبل مع الايام. هلا كل امر موجود بحياتنا في له اتجاهين، اتجاه ايجابي واتجاه سلبي، فنحن بنقدر انه نوجه الاتجاهات بشكل المريحة لإلنا، الاتجاهات الإيجابية اللي بدها تدعمنا، تدعم مستقبلنا، تدعم مهاراتنا، تدعم وجودنا الذاتي بمجتمعاتنا وتعاملنا مع الآخرين وظهورنا بين الآخرين. فاللامبالاة أكيد بيأثر بشكل اجتماعي وأكيد بيرتبط، يعني بحالة وأنت بتعطي الإنسان زيادة يعني زيادة اهتمام، زيادة تعامل، هو عم يعاملك بطريقة اللامبالاة، انت وصلتي بشكل اجتماعي انه انت بتتنحي، ما عاد تكملي مع هذا الشخص، انه خلص هو تعامل معي هيك، خلص انا ما عاد بدي انه هيك. بعدين اللامبالاة بصير بيحبط، في عنده احباط للاخر، يعني هي وقت انا ردود الباردة او التعامل الجاف، وهي لحالها بيعمل لامبالاة للاخر طريقة عادية. طيب كونه اليوم عم نذكر حالات وطرق باللامبالاة، اليوم أكيد في كمان طرق اليوم نحن يعني وخاصة إذا كان الموضوع مكتسب يعني لنتخلص منها ببعض النواحي، اليوم هي ضرورية كتير ضروري وجودها بحياتنا ببعض النواحي، ولكن سلبية بالنواحي اللي ذكرتيها حضرتك. نحن كيف قادرين ندرب أنفسنا إنه اليوم نحن نرجع هيك نتخطى هذه المرحلة ونرجع خلينا نقول للجدية ببعض المراحل؟ هلا نحن بنقدر نعطي امورنا امور الاهتمام فقط، ما بنزيد مراحل الاهتمام مشان ما نصل لمرحله تعامل اللامبالاه او نصل لمراحل ما في ايجابيه بيناتنا وبين التعامل بالشخص الاخر. ونكون نحن البيئه بيئه سليمه، ما عندنا تربيه قاسيه، يعني الطفل وقت انت بتضربيه اكثر من مره وصل لمرحله اللامبالاه معك انه خلص انا حاخذ هيك انه تضربني ماما وخلص خلص الموضوع. فكل شيء بيزيد عن حده. انت بتقولي انا ما بيوجع اصلا، ما وجعني. ايه ما وجعني لانه نحن علمنا، يعني هي اعتادت على هذا الاسلوب، هي المهاره. اما وقت انت بتصير في عندك خيارات اكبر،
في عندك أساليب متطورة أكثر، بصير هو في عنده لحاله شغف. يعني أنت بتدخلي لعالمه بشكل غير مباشر، بتقدري أنك أنت تصارحي أنه بالموقف اللي هو سوا، بس ما بتقدري أنك توجهي له الاتهامات للشخص اللامبالي. يعني ما بيصير تقولي له باتهامات بشكل مباشر لأنه هو بيرفض هذا النقطة. ليش بيرفض؟ لأنه هو مقتنع بالقرارات الموجودة عنده. يعني هو مقتنع، وصل لمرحلة اللامبالاة. الإنسان إمتى بيصل لمرحلة اللامبالاة؟ خلاص ما عاد في تأثير به. خلصين. خلاص. بس وصل لهي المرحلة فخلاص. يعني أنت لازم إلك طريقنا إلى أسلوبنا نحن لندخل لعالمه. ما بصير أنا أجي وجه له بشكل مباشر أنه أنت غلط، أنت مو صح أفكارك. طب نحن اليوم كيف بدنا نفرق بين اللامبالاة وبين التجاهل أو عدم الاهتمام؟ يمكن يصير خلط بيناتهم. لا، الاهتمام هو الاهتمام، التقدير، التعامل الإيجابي المتعارف بين الآخرين بشكل كامل. يعني أنا وقت بعطيك اهتمام أو احترام بيكون في عنا أساليب نحن أساسية نمشي عليها ومتعارف من البيئة الاجتماعية كفطرية نحن موجودة عنا. والتجاهل وبالعاطفة التجاهل هذا فن. تجاهل هذا فن اليوم. فن صحيح. فن. لا فعليا هو فن صحيح. فن بعدة حالات. يعني أنت وقت مثلا ما بيعجبك موقف أو ما بدك تدخلي بنقاش عقيم مع الشخص الموجود، أنت بتتجاهلي. أنت ضمانة لشخصيتك، ضمانة ل يعني ضمانة لأمورك السليمة، أنه أنت بتقدري خلاص حامية موضوع. خليني بس أسألك بالوقت اللي إذا رحنا لموضوع العاطفة، اليوم اللامبالاة موجودة، ممكن تكون مصطنعة وممكن تكون هي مشاعر حقيقية. يعني اليوم أنت كيف قادرة تقدري تميزي أنه هذا الطرف الآخر هو عن جد غير مبالي، أو اليوم هو شعوره جدا حقيقي تجاه بهذه التصرفات؟ يعني اللامبالاة كثير منتشرة بالحب، خصوصا بالعلاقات بين الشريك. يعني بتلاقي دائما ما في علاقة ما فيها زيادة عصبية أو زيادة توتر. يعني أنت عم تسمعي أنه في عصبية، في توتر هون لحاله، معناتها في عنا من أحد الشريكين بطرف اللامبالي. يعني في مثلا أيام عدم ردوده على الهاتف، أنه أنا مشغول، أنا ماني فاضي، أنا هلأ مو وقتي كله إليك. يعني هذا كتير عم نسمعه، كتير عم يجينا حالات استشارية أنه أنا كيف بدي أتعامل مع شريكي، دائما مانو فاضي، دائما عمي. خصوصا إذا كانت امرأة ناجحة، الشريك بصير بيعمل لها حالة الإحباط، أنه ما كنتي حلوة، ما كان ضابط، أنت لازم تكوني بطريقة. يعني دائما في عنده النظرة للشريك الآخر. يمكن هاي الحالة منتشرة، ولكن جدا وقت اللي عم نقول نحن عاطفي، نحن عم نحكي اليوم عن يمكن لامبالاة تكون مصطنعة، يعني كرمال كسب الاهتمام، هون كرمال مصلحة اهتمام. كرمال أنه هذا هاي الناحية، كرمال أنه هو ملاقي مصلحة وحابب انه يستغلها. يعني هذا الوضع اساسا مرضي بحد ذاته، يعني لا مبالي ومرضي، استغلالي، اناني. يعني هون في حالات فتنا فيها بمواضيع نفسيه أخرى اكيد. يعني حتى صعب التعامل احيانا بيكون مع الاشخاص اللامباليين جدا، يعني انه ما في عنده، ما بيصيروا اي اهتمام، شعور او شغف. يعني الموضوع اللي لازم هو ينثار بالنسبه له، يعطيه اهميته، يعطيه اهتمامه، هو ما عنده اياها. صارت لانه ردود فعله صارت جامده لاي موضوع من مواضيع الحياه. يعني صار انه ايه شو ما صار يصير خلص، ما بيأثر عليه. عادي عادي. يمكن هي النقطة بيعاني منها الأزواج أكثر شيء. يعني بتلاقي إنه كثير بنسمع من النساء بيقولوا أنا زوجي غير مبالي، يعني بالمواقف المفروض يكون موجود فيها هو ما بيكون موجود، بالقرارات اللي لازم ياخذها ما عم يقدر ياخذ هذا القرار، بتقول لك أنا تعبت، أنا عم بحمل المسؤولية على كذا جهة. يعني هون بجوز القصة فطرية، يعني إنه كبرت معه أو سيستم المعلم ما اللي خلى حدا يسيطر على حدا، فمثل ما بقولوا بالعامية رخى الحمل عليه، بس هي ممكن تكون سبب من أسباب فشل العلاقات الزوجية.
طبعا. هلا انا ببداية قلت لك دائما نحن في عنا فطري ومكتسب. هلا الموضوع الفطري وقت صار بموضوع اللامبالاة هو بالبيئة يلي عايش فيها، يا من بيكون الحكم بالبيئة، هو ربي انه الام هي مسيطرة بالبيت. فهون بيرمي الحمل، ما اعتمد على ذاته، ما اعتمد على نفسه، ما تفعلت عنده مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات. يعني أيضا كتير بتلاقي المرأة هي اللي بتقدر أنه تاخذ القرار ومشي بيتها ومشي أولادها، وهي تعود وهو تعود خلص أنه إيه شو رأيك، يعني بس انه خلص سوي اللي بدك اياه، خلص اضربي يعني هاي القصه انت. هل هي عوديته ولا هو اللامبالاه هي اللي؟ لا هو اولا هو اشتغل اليوم، ايوه اولا البيئه اللي كان فيها، وانتقل لمرحله انه كانت الامراه هي قياديه ضمن البيت ضمن البيئه الاسريه، فلذلك هو وصل لمرحله اللامبالاه، اعتماده ورمى المسؤوليات على الامرأة بشكل كامل. هلا خلينا بهي النقطة نتخلص منها، يعني كل واحد يرجع ياخذ دوره الطبيعي. بنشكرك الأستاذة نور لحضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما مثل ما قلنا السلبي مع الإيجابي، نحن قادرين اليوم نتخلص من حالات كثير بحياتنا وهي ضرورية ببعض الحالات والمواقف أكيد. يعني شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتي لنا.